تشير الوثيقة الصادرة بتاريخ الخامس من يوليو تموز من عام 1975 إلى البيان الصادر عقب زيارة السيد عبد العزيز بوتفليقة وزير الخارجية الجزائري إلى الرباط. وقد جاء في نص هذا البيان: تأتي هذه الزيارة في سياق التعاون لوحدة المغرب العربي والحوار بين الدولتين الشقيقتين. وقد أكد بوتفليقة أن الجزائر ليس لها أي أطماع في الصحراء، وتبارك خطوات المغرب وتقترح مساعدته من أجل استرداد المناطق الصحراوية من المستعمر الإسباني.